قبل ما نبدا الحلقه دي عايز اسالكم كذا سؤال. كم مره شفت خناقه وشفت اتنين بيتخانقوا مع بعض وقررت ان انت ما تخش؟ كم مره شفت بنت بيتحرش بيها وبصيت عليها وسبتها ومشيت؟ كم مره شفت حرامي موتوسيكلات بيسرق شنطه واحده وما عملتش اي حاجه حتى لو الموضوع دوت انت عملته من غير قصد؟ الحلقه دي هتفيدك جدا. الحلقه اللي فاتت كان القميص طالع كده وبتاع ومحدش حتى نبهني ولا قال لي اي حاجه، عشان كده الحلقه دي رابط القميص عشان خاطر محدش يتريق عليا. سيبكوا بقى من موضوع القميص ونخش على الحلقه على طول. سنه 1964 كان في واحده اسمها كيتي. كيتي دي جريت من البيت بتاعها وكانت عماله بتصرخ، وكان في واحد ملسم كان بيجري وراها ماسك سكينه، هي تصوت وهو يجري وراها، هي تصوت وهو يجري وراها لحد ما قتل. اول ما قتلها راح جاري، على الرغم ان الشارع كله كان مليان ناس والناس كانت بتتفرج على كيتي وهي بتتقتل، محدش حش عنها، محدش جري ورا الحرامي، محدش عمل اي حاجه خالص، محدش حتى كلم 911، وكيتي فضلت مرميه على الارض غرقانه في الدم بتاعها. تعالوا بقى هنا يا شباب نتكلم بقى كعلم نفس. ايه اللي بيحصل بقى ساعتها في الوقت ده؟ بيحصل عنصرين، عنصر اسمه التجاهل الاجتماعي وعنصر تاني اسمه توزيع المسؤوليه. لو احنا جينا في نقطه التجاهل الاجتماعي، التجاهل الاجتماعي ان الشخص متجاهل الوضع اصلا خالص، يعني مش عايز يبص له، مش عايز يفكر فيه، مش عايز يعمل فيه اي حاجه نهائيا. حصل، انا مالي، خلاص انا مالي، واحده ماتت اتقتلت، انا مالي، اتكلم ليه، اعمل ليه؟ العنصر التاني بقى وهو العنصر الخطير، توزيع المسؤوليه. انتوا عارفين ان لو في واحد بس كان رفع الحزام وجري ورا الحرامي كانت ممكن كيتي تتنجد؟ هتقولي بقى انت ازاي؟ هقولك ازاي. في حاجة بتحصل للجماعة دايما لما يبقى في قائد بيبدأ يتدخل الناس بتلتف حواليه، يعني لو في واحد بس كان رفع الحزام بتاعه كان الحرامي خاف وجري، لكن الحرامي بتاع كيتي شاف أرضية خصبة جامدة جدا للقتل فقرر ان هو يقتلها ويهرب، ولحد دلوقتي على فكرة القاتل مجهول ومحدش يعرف عنه أي حاجة من سنة 1964. فأنت قبل ما تعمل أي حاجة لازم تفكر في الموضوع ده كويس، التجاهل الاجتماعي وتوزيع المسؤولية. وأخيرا بقى ما تنساش تعمل سبسكرايب وتتفرج على الفيديوهات القديمة، تعمل لايك للصفحة بتاعتي على الفيسبوك، وتعمل فولو للأكاونت بتاعي برضو على الفيسبوك، وياريت بقى تكتبوا التعليقات بقى عشان خاطر احنا بقى نقعد نهرج مع بعض. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، اتفرجوا ان شاء الله بإذن الله على الحلقات القديمة والحلقات الجديدة. سلام.